نريح نقعد هنا بس. طيب بصوا كده يا شباب بسرعه كده مع بعض. دلوقتي احنا في الضلع الشرقي من الثلاث اهرامات الصغيره، وعايز اقول بس حاجه مهمه على الثلاث اهرامات دي. في راي تاني شايف ان الاهرامات دي وفقا لبرديات ابو صير اللي بترجع لعصر الاسره الخمسه، واللي لقيناها في منطقه ابو صير عند اهرامات ابو صير ملوك اسره خمسه، لقينا البرديات دي بتتكلم على دفنات لتماثيل ملكيه داخل الاهرامات الصغيره. والله اذا كانت الاهرامات الصغيره دي كان جواها في يوم من الايام تماثيل ملكيه مدفونه، فمعنى كده ان احنا بنتكلم في حاجه اسمها دفنات رمزية لتماثيل القوات الملكية. القوات الملكية دي مدفونة في الأهرامات. برديات أبو صير هنا إيه؟ في أعياد معينة في المعابد بتاعة الأهرامات كانوا بيخرجوا التماثيل من الأهرامات الصغيرة دي ويودوها فين يا شباب؟ معبد الملكية. بتعمل لها شعائر فتح الفم يعيد إحياء الملك في صورة الملكية. بعد كده التماثيل الملكية تنزل من المعبد الجنزي لمعبد الايه؟ الوادي. وبعد كده تطلع من المعبد الوادي لمعبد الجنزي تعمل دورة كاملة في وقت عيد معين. كده فكرة آمون اللي بيروح الكرنك ويخرج من معبد الكرنك يروح معبد الأقصر، وبعد كده يرد من معبد الأقصر لمعبد الكرنك. أصلها موجود من فين؟ فكرة أصلها موجودة من عصر الدولة القديمة. ألو؟ صباح الخير يا أستاذ أشرف. كله تمام يا باشا. طيب هبعتها لك بس لما أروح بقى عشان معايا شغل. طيب ماشي أوكي ماشي شكرا. حد أنا ما بعرفش أستخدم الواتس، حد يعرف يصور لي صورة البطاقة ويبعتها لي؟ معلش بس 5 دقايق كده.